قد خلت من قبلها أمم لتطلو عليهم الذي أوحينا إليك الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا الغالية تحل غريبا من جارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يغلب الميعاد استهزئ برسل من قبلك بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم من أرض أم بالله من أرض وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ما يشاء No, no.
حسابهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا إلا بإذن الله نتوكل على الله لنخرجنكم من أرضنا ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت ريح لمكان ما هو بأيدي ومن ولا يعلم عليه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فألفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أرى بمصرخكم ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم Good night.
La
خيرا كاملة يوم القيامة. أما كان الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فهل ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم السماوات والأرض.
حافظ مما ترك عليها من دابة فاسلكي سبل ربك ذل لن يخرج من بطونها فما الذين فضلوا بالرد رزق على ما ملك الايمان والله سبع من بلد لا يتحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده Oh, my God.
نفوسهم وجنا بك شهيدا على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي وقوم عن الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان عهدكم إذا عاهدتم عليكم يعلم ما تفعلون وتكون كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أمان أمة إنما يبلغكم الله فيما يبين أن لكم يوم القيامة أكنتم عزة لقاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء دخلا بينكم فتزل قدم بعد خروج عدد وسلام سدد عن سبيل الله وملاك عليه أتزل بعد الله أما قريب أما عند الله وغير الله إن كنت تعلم عندكم يوم فتح وما عند الله آمنة مطمئنة يأتي يا رزق ربنا سنتكم الكذب هذا حلال حرمنا ما قصصنا عليك
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك فانه ان ربك من حدها لحكم من ابراهيم وانهم من تاب عن دليل فقبلته بابك جيدا لكن به تباهى حتى الى صراط مستقيم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن